الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga bisa hadir pada pagi hari ini untuk murojaah bersama Ustazah dan Neng Helena. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan juga kita semua para pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai murojaah hari ini dengan Ustazah Neneng. Kepada Ustazah Neneng kami persilakan. Tafadhol Ustazah. Syukran atasnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di murojaah kita. Tadi sudah dibuka ya. Mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali dan suratul Fatihah sebelum kita mulai murojaah ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, silakan. Ibu Siti Mariam dulu ya, surah An-Nisa ya. Iya, Ustazah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung Ustazah ya. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. سودا استاذة. Iya, yeah. Kita sambung aja dulu ya. Ya. Eh, 52 ya. Iya, استاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا.
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سلسلة كده وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kelas ya. Bisa lanjut minggu depan.
شكرا، جزاك الله خير أستاذة. جزاك الله خير. يا أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسؤول عن أبا إيه؟ إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول
يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. دي آيات. تadi ya yang di huruf P ya terbaca ta kurang tebal itu. Ayat yang mana Zaya? Ayat berapa ya tadi? Tota, Littalina ma'abar. Nah, itu terbacanya lital gitu ya. Tapi baca tebalkan kurang tebal itu pokoknya. Littalina ma'abar. Coba. Littalina ma'aba. Oh Ya. ya. Jadi tebalkan lagi ya. Sama dengan yang di 32 ya. Hada Iqa wa a'naba. Itu terbacanya tadi hadaika ya. Handa handa iqa. Ayat berapa itu ya? Ayat 32 ya. Nah, jadi bacanya hadaika wa a'naba. Tebalkan lagi kofnya ya. Ada ya. Ya. Hada iqa Ada. ya. Iqa. Ya, tapi Iqame. jangan juga dengan memajukan kedua bibirnya ya, mengucapkan kofnya, lau fathah, kof fathahnya tetap dibuka mulutnya, tapi ditebalkan gitu ya. Isti'la-nya kurang. Kurang isti'la saja. Ya, kita sambung ayat dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وخلقكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. جزاء وفاقا
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا ولاني حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا itu saat apa ya guys ya وكأسا سن ya سين وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق العظيم الله عزيز الحمد لله خلاص يا بيسا لنجد إن شاء الله زه يا شكرا جزاك الله خير أستاذة كوليكسينيا جزاك الله خير يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام الله وبركاته ورحمة الله سلام جزيلا أستاذة مسيدي الطارق الطارق السلام تعرف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله Kita semua ayat dulu dua kali ya. ya صدق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب. والسماء بكان. ذات الرجع. ulang bukan ulang ini يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ولا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل. وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ya, alhamdulillah. Kelas ya. Bisa lanjut buat minggu depan. Jazakallah khair, Ustazah. Barakallah Jazakallah fiik. khair. Wafiq barakallah. Silakan Umi Amin. Ariati. Umi Ariati udah masuk ya. Surat apa Umi Ariati? Surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك
أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ. كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذا الأبرار لفي نعيم. Tadi bukan izin. Ya. إذا Bukan. aduh ya Belakang. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظر تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيم مختوم. ولين يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا كَفِهِينَ. Aduh, kebalik ya. Wa izang qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa iza ra'auhum qalu in
لها أولئك إلى ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من كفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ Kita semua itu ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو عفوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجر لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم بهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم.
على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. بها جangan ditahan، بها المقرب، langsung بها المقربون، alirkan ya ulangi. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا وإذا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. ulangi، هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلا الله. وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك الصويب الكفار الصويب الكفار ما كانوا يفعلون. Oh, tasdidnya dinabar saja ya. Jadi panjangkan. Hal suwibal. Suwibal. هل ثوب الكفار وما هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ya. Insya Allah khalas. Tapi sering nanti dibaca diulang di rumah ya. Untuk hafalannya minggu depan bisa ditambah ya, bisa ganti ya. Baik Ustazah, nanti kalau seandainya itu saya ulang lagi Ustazah, saya coba ya. Dulu. Iya. Ya, sering diulang, terutama itu Umi, istiqomah kan di makobi yang dua harokat ya. Ya. Umi kan bacanya temponya lambat tuh gitu ya. Tapi jangan karena tempo lambat yang dibaca jadi memanjangkan madnya gitu ya. Jadi untuk yang di makobi-nya stabil di dua harokat. Jadi tetap tidak boleh terbawa nadanya kita mengaji lagunya, karena apalagi temponya lambat. Jadi kita ngikut malah berlebihan panjangnya gitu ya. Tetap istiqomah stabil di dua harokat untuk makobi ya. Ya, Ustazah. Tapi saya pengen cepet, nggak bisa-bisa, Ustazah. Hafalnya pengen temponya ya, jangan langsung dicepetin karena Umi kan lambat, jadi Ya. disedangin dulu aja. Nah, disedangin itu jadi cuman sekali ayunan yang ini yang panjang dua harokatnya, jadi nggak terlalu lambat. Jadi jangan, kalau Umi kan wailul lil mutaffifin kan lambat ya. Nah, Nah, agak katanya nggak ditegangkan. boleh ayun, makanya saya Wailul lil mutaffifin.
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Nah, segitu dulu sedang tuh. Mau nyoba-nyoba itu karena kalau enggak lidahnya keserempet. Ya, jadi untuk menstabilkan yang di dua harokatnya itu, jadi jangan. Tapi kalau misalnya masalah ketika kita pembelajaran, ketika misalnya talaki, tadrib gitu, itu memang lebih lambat itu baik. Tapi kalau ini kan kelasnya hafalan gitu ya, murajaah gitu kan. Biasanya kalau misalnya di kelas hafalan itu tidak terlalu lambat banget gitu ya, di sedang lah, sedang ya. Jangan juga cepat, tapi sedang lah. Iya, karena katanya ada pengayunan itu lebih banyak dari saya, makanya saya Iya, pengen. Iya. jadi ini apa namanya lebih memanjangkan mad gitu. Begitu, Ustazah. Ya, saya coba, Ustazah. Agak kepanjangan gitu ya. Jadi naikkan temponya di tempo sedang. Kalau cepat jangan. Kalau misalnya kita kan selain apa murajaahnya, tapi kita untuk supaya tetap tahsinnya itu tajwidnya itu tetap dapat gitu ya. Teman-teman cepat, makanya saya segini ayat lambat banget. Iya, memang. Iya, Ustazah. Saya coba, Nah, Ustazah. tapi walaupun misalnya temponya lambat, asal dia stabil gitu. Maksudnya jangan memanjang-manjangkan. Nah, itu jangan ke bawah tempo kita yang lambat. Ya, Tetap aja, setuju. walaupun misalnya lambat, harus stabil tetap yang di dua harokatnya gitu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kan lambat ya, tapi stabil di matobinya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, itu stabil kan? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kecuali memang kalau umatnya yang boleh lebih dipanjangkan dari dua ya nggak apa-apa. Ya, Ya. baik. Ya, saya nyonteknya ini yang agak lambat itu, jadi saya Iya, ngapalnya ya nggak apa-apa belum. Umi, nggak apa-apa. Maksudnya lambat Umi nggak apa-apa kan? Maksudnya ilmu untuk tajwidnya juga kan Umi belum kena, belum terlalu kena tuh. Memang sebaiknya nggak apa-apa lambat, tapi maksudnya jangan memanjangkan mad gitu. Ah, baik, sudah. Saya pengennya Tetap cepat-cepat. Cepat. stabil. Yang tadi Bisanya. seperti yang saya contohkan itu kan barusan lambat tuh ya. Saya agak coba lebih agak cepat daripada saya yang Oh ya, coba Umi coba ulang lagi tapi naikkan tempo di sedang coba gitu ya. Ya. Oh ya. Baik, Ustazah, saya coba. Karena suara saya rendah, makanya pengen. Ya nggak apa-apa rendah Umi, rendah nggak apa-apa kan kalau tempo itu nggak pengaruh tinggi rendah sebenarnya. Kalau itu mah kecepatan namanya tempo ya. Nggak Ya, apa-apa Umi. baik. Ya. Gak apa-apa pakai pakai yang rendah nggak apa-apa tapi cuma naikkan tempo cepatannya Baik, ya. ya, saya akan coba. Ya itu aja Supran Mi. Ya, jazakillah khair Ustazah atas ininya. Sudah khalas Ustazah. Khalas ya alhamdulillah. Muraja kita untuk di subuh ini khalas. Semoga apa yang kita baca, yang kita hafal mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah, semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dan keistiqomahan untuk kita terus bisa menghafal Al-Quran hingga kita bisa memahami artinya dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah, Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi bacaan. Insyaallah tetap semangat untuk menghafal Al-Qur'an Umi ya, semoga Allah memberikan kemudahan ya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.
Barakallahu fiik Umi. Syukran Ukti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah. Selamat beraktivitas. Jazakallah khair Umi. Barakallahu fiik. Izin end meeting ya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.